بيصلي ابن الك بيقول لك بيصلي والقبله كده. ما ده انا بقول لك هنجهز اهو، ده حرام اضربه باللي فين تركش في رجلك. يلا يا جماعه يلا هنجهز اهو. يلا يلا يلم نفسه. اللي عايز يصلي اللي عايز تسمع لفظ نتيف اهلا وسهلا، اللي عايز تسمع قله الادب ولا تكه اهلا وسهلا. طب يا اخوانا اللي بيصلي القبله كده، اللي عايز يصلي القبله كده يا عم القبله كده يا استاذ. ولا كده ولا تقعد على الارض هنا. هيا هو يتكلم، هو يتكلم، مفيش تصوير هنا، مفيش تصوير هنا. اي كلب هيصلي هيطلع فيه. انت بتقرا فيه اصلا؟ والله يا ابني ايه يا ميدا؟ ايه يا ميدا؟ ايه يا ميدا؟ بالراحة، بالراحة، بالراحة.